باشمهندس مقالي وما قالوا، حق النقد ونقد الحق. ممكن نقول بس حتة ضبط المصطلحات دي وبعدين نخش في مقال. اتفضل. موضة. كل ما يحصل حاجة أقول لك أصل الأهلي ما تعملش باحترافية في الموضوع ده. آخرها موضوع فايلر. أصل والحقيقة ناس كبيرة ومفروض إنها محترفة بتقول هذا الكلام. لدرجة إن ساعات يحطوا يعني يفرغوا الكلمة من مضمونها ويدولها هالة من القدسية أكنها حاجة غامضة قوي. الاحترافية المهنية. المهنية مش المهنية، المهنية. اللي بيصلحها لإبراهيم على طول. لكن اللي أنا عايز أقوله إيه، وكأن النادي الذي كان سباقا في استشراف التسويق الرياضي وعمل إدارة للتسويق الرياضي، ثم أنشأ شركة للتسويق الرياضي والإنتاج الإعلامي، ثم أنشأ إدارة لإدارة كرة القدم بميزانية مستقلة، ثم أنشأ شركة لإدارة كرة القدم، وشركة بإذن الله للإستاد، وشركة للسياحة، والنادي الذي يعني لديه في إدارة كرة القدم لجنة للتخطيط ومشرف عام على كرة القدم، هو رئيس النادي ولاعبه التاريخي والأسطورة. كل هذا النادي الذي يحصل على أعلى عائد في الرعاية، النادي الذي يحصل على أعلى عائد في البث التلفزيوني، النادي الذي يحقق البطولات، ما عندوش احترافية. ليه؟ عشان أنت إزاي تسيب كابتن رمضان صبحي يروح منك؟ أصل بيراميد كان عنده قدر من الاحترافية والأهلي ما عندوش احترافية. وكأن من الاحترافية أن يستدرجك أحد، أن تدفع من الأموال شيء غير منطقي يفسد باقي الفريق ويفسد عليك ميزانياتك. ولكن الاحترافية أنك عرفت إمتى تتوقف ولم تجزع ومتخضتش، ما تخليتش رغبتك في أن لا ما حدش يقدر عليا في سوق الانتقالات تخليك تاخد قرارات ممكن تضرك، زي اللي بيخش مزاد ويركبه العند ويلاقي نفسه لابس مزاد هيخسر فيه. نفس الشيء موسيماني، هنيجي نناقش موسيماني بالتفصيل، وعشان اثبت لك ان النادي الاهلي وضع المعايير اللي هي اي واحد عايز يطبق الاحترافيه لازم يناقش هذا الامر طبقا لهذه المعايير. طيب ده كلام واضح للمهندس عدي فيما يخص ضبط المصطلحات والمهنية والاحترافية وحالة الجدل المثارة.